بنروح يا كابتن نادر بقى لفقره الايموشنز. هنعرض لك بعض الصور وانفعال كابتن نادر السيد على كل صوره منهم. اول صوره معانا الساحر البرتغالي مانويل جوزيه. مانويل جوزيه من المدربين الكبار جدا اللي حقق بطولات، انما اعتقد وقتها وانا قلت الكلام ده يمكن في بعض الناس اساءت. مانويل جوزيه ما كانش يعرفني كويس، يعني ما يعرفنيش شخصيا كويس، انما هو كان يعرفني، اعتمد كبير جدا على كابتن احمد ناجي في 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 الكلام اللي اتقاله، في الكلام اللي اتقاله، فاعتقد ما اداش فرصه لنفسه ولا ليا ان احنا نتعرف على بعض. طيب حب غضب لا تعليق تسقيفه؟ لا تعليق. لا تعليق. الصورة اللي بعد كده كابتن إيهاب جلال المدير الفني الحالي نادي الزمالك. مدرب واعد جدا وصفاته، خد بالك، مهم جدا قبل الرؤية الفنية. مهم جدا الصفات الشخصية. مظبوط. نجاح المدرب في الصفات الشخصية. مزبوط. أنا شايف إن إيهاب جلال الحقيقة قدر في الفترة اللي فاتت إنه يعني يعمل بصمة برؤيته الفنية في الفترة اللي فاتت. إن شاء الله كل التوفيق ليه. غضب تسقيفة. تسقيفة أكيد. تسقيفة. ماشي. الصورة اللي بعد كده أسطورة الكرة المصرية ورئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب. لا تعليق، تفكير، تسقيفة، حب. لا أكيد حب، يعني حب. مش أنا بس، يعني الجميع بيحب كابتن الخطيب يعني. طبعا طبعا. بعد كده الصورة اللي بعد كده المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. لا تعليق، غضب، تفكير، حب. المستشار مرتضى منصور الحقيقة يعني انت قلت لي ايه الوشوش؟ لا تعليق، غضب، تفكير، حب. او تفكير او استغراب، يعني ممكن نمشيها استغراب او تفكير الاثنين. يعني مش ما تقدرش تقول تفكير او استغراب، بس اكيد المواقف الكتيره اللي بتحصل والردود الافعال الكتيره جدا محتاجه تفكير عشان تقدر تقيمها بشكل كبير. طيب يعني تفكير. ماشي. الصوره اللي بعد كده كابتن ايمن طاهر مدرب الحراس السابق في نادي الزمالك. غضب، تفكير، لا تعليق، حب. لا كابتن ايمن طبعا انا اتربيت معاه يعني وانا صغير، يعني فاكيد على المستوى الشخصي بحبه جدا. شايف انه كان الافضل يبقى في جهاز نادي الزمالك؟ بس اعتقد ان كان قرار الكابتن ايهاب جلال يعني ان هو الجهاز الفني يعني يبقى موجود معاه كله يعني. اخر صوره معانا حارس مرمى منتخب مصر والتعاون السعودي عصام الحضري. تسقيفه، لا تعليق، تفكير، حب. أولا بهنيه عشان عيد ميلاده. لا أكيد تسقيفة يعني على الجهد والمجهود اللي عمله في الفترة اللي فاتت هو يستمر للفترة دي. أكيد أنا بحييه جدا على مجهوده. صحيح.